بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي، اليوم هنشرح مادة الرياضيات، وعنوان درسنا اليوم التقريب إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. فكرة درسنا اليوم يا أبطال هو أن أقرب الأعداد إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. ومفردات درسنا اليوم: التقريب، التقريب. أستعد. تستعمل سارة الحاسب الآلي 62 دقيقة يوميا، أما أختها ريما فتستعمله مدة 116 دقيقة يوميا. كم دقيقة تقريبا تستعمل كل منهما الحاسب الآلي؟ يستعمل التقريب لتحويل الأعداد إلى أعداد يسهل التعامل معها، سهل إن احنا نتعامل معها. مثالان من واقع الحياة: أقرب إلى أقرب 10. بيقول لك هنا في المثال اللي قدامنا: كم دقيقة تقريبا استعملت سارة جهاز الحاسب الآلي؟ أقرب، أقرب 10، أقل من 62 هي إيه؟ 60. وأقرب 10 أكبر من 62 هي 70. يعني 62 دي بين الـ60 وبين الـ70. أستعمل خط الأعداد من 60 إلى 70 وأعين عليه العدد 62. أدي طبعا خط الأعداد من 60 إلى 70، حددنا هنا العدد 62. هنلاحظ إن العدد 62 أقرب إلى العدد 60 منه إلى العدد 70. العدد 62 أقرب للعدد 60 من العدد 70. يبقى إذا استعملت سارة الحاسب الآلي 60 دقيقة تقريبا. يبقى تقريب العدد 62 إلى أقرب 10 هو العدد كام؟ 60. اثنان، كم دقيقة تقريبا استعملت سارة جهاز الحاسب الآلي؟ أقرب 10 أقل من 116 هي 110، وأقرب 10 أكبر من 116 هي 120. هنستعمل برضو خط الأعداد من 110 ل 120، وهنعين العدد 116 على خط الأعداد. أدي 116 بين العدد 110 و120. طبعا هنا يا أبطال هنلاحظ إن العدد 116 أقرب إلى العدد كام؟ 120 منه إلى العدد 110. يبقى إذا تقريب العدد 116 هيصير كام؟ 120. يبقى إذا استعملت ريما الحاسب الآلي 120 دقيقة تقريبا. مثالان من واقع الحياة. طبعا ممكن نقرب الأعداد إلى أقرب 100، زي ما في تقريب إلى أقرب 10 يبقى في تقريب إلى أقرب 100 اللي هي في خانة المئات. أقرب إلى أقرب 100، مثال قدامنا بيقول لك: قرأ حسين كتابا فيه 267 صفحة، ما عدد الصفحات التي قرأها مقربا إلى أقرب 100؟ أقرب 100 أقل من 267 هي العدد كام؟ 200. وأقرب 100 أكبر من 267 هي العدد كام؟ 300. يبقى العدد 267 بيكون بين 200 وبين 300. هنرسم خط الأعداد من أول 200، 210، 220، 230، 240، 250، 260، 270، 280، 290، 300. وهنحدد أو نعين العدد 267 بين ال 200 وبين ال 300. طبعا يا أبطال هنلاحظ إن العدد 267 أقرب إلى العدد 300 منه إلى العدد 200. إذا أقرب العدد 267 إلى كام؟ إلى 300. يبقى تقريب العدد 267 يصير 300. مثال اللي بعده: جمعت سارة 1423 صرفة، كم صرفة جمعت سارة مقربا إلى أقرب 100؟ طبعا أقرب 100 أقل من 1423 هي كام؟ 1400. وأقرب 100 أكبر من 1423 هي كام؟ 1500. طيب هنرسم خط الأعداد وهنحدد العدد 1423
423 بين العدد 1400 وبين العدد 1500. طبعا هنلاحظ هنا من خلال خط الاعداد ان العدد 1423 اقرب الى 1400 منه الى 1500. يبقى اذا تقريب العدد 1423 هيصير كام؟ 1400. نفتح كده مع بعض يا ابطال الكتاب المدرسي على درس اليوم على اتاكد. بيقول هنا عندنا في اول سؤال اقرب الاعداد، اقرب كل من الاعداد الاتيه الى اقرب 10. ال 58 تقريبها وشه؟ اقرب 10 ال 58 اقرب 10 اقل من 58 هي ال 50، واقرب 10 اكبر من 58 تصير 60. طبعا لو رسمنا خط الاعداد هنلاحظ ان ال 58 اقرب لايه؟ لل 60. يبقى تقريب العدد 58 60. السؤال الثاني تقريب العدد 62. طبعا هنلاحظ ان ال 62 تقع بين ال 60 وال 70، يبقى اذا 62 اقرب لايه؟ 60. يبقى تقريب العدد 62 يصير 60. السؤال الثالث 685. طبعا احنا لتقريب 685، طبعا 685 اقرب الى 690. 685 تقربها 690. السؤال الرابع 552. طبعا تقريبها يكون كم يا بطل؟ ايوه 550، لان 552 تقع بين 550 و 560، فطبعا ال 552 اقرب الى 550. هنقرب الحين الى اقرب 100، يعني خانه المئات 449. طبعا تقع بين 400 وبين كام؟ 500. طبعا هنلاحظ ان 449 اقرب الى ايه؟ ايوه بطل، اقرب الى 400. اقرب الى 400. السؤال اللي بعده 473. طبعا هنلاحظ انها بتقع بين ال 400 وبين ال 500، ولكنها اقرب الى ايه؟ الى 500. يبقى 473 تقريبا يصير كام؟ 500. السؤال السابع 415. برضه بتقع بين 400 و500، ولكنها اقرب الى ايه؟ الى 400. يبقى تقريب العدد 415 يصير كام؟ 400. السؤال الثامن 1450. طبعا اللي هنا بتقع بين 1400 و1500. طيب يبقى اذا تقريبها كام؟ 1500. 1450 اقرب الى 1500. السؤال التاسع تحتاج ليلى الى 67 ريال لتشتري حقيبة، كم ريالا تحتاج ليلى مقربا الى اقرب 10؟ طبعا هنقرب ال 67 تقريبا لاقرب 10. ال 67 هنلاحظ انها بين العددين 60 و 70، فطبعا ال 67 اقرب الى ايه؟ 70. يبقى اذا ليلى عاوزه 70 ريال تقريبا. 70 ريال. 70 ريال. السؤال العاشر أتحدث كيف أقرب عددا يقع في المنتصف، في المنتصف تماما بين عددين على خط الأعداد. طبعا هنقربه إلى العدد الأكبر. هنقرب العدد إلى العدد الأكبر. وبكده نكون انتهينا من درسنا اليوم، وباقي الأسئلة واجب يحلها الطالب بالمنزل. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.